فتح المجال بالنسبة لنا إن احنا نعرف المزيد والمزيد عن علم المصريات. فك رموز حجر رشيد، إزاي كنا هنقدر نعرف عن علم المصريات من غير ما نفك رموزها؟ التفاصيل دي عند دكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية التاريخية. منورنا يا دكتور بسام، دايما بنستمتع بوجودك. بنورك وبنور الحضارة العظيمة المصرية. هتقول لنا ايه النهاردة؟ النهاردة جايب مفاجآت جديدة. هنبتدي هيروغليفي يعني؟ رشيد. يلا نبتدي هيروغليفي. هيروغليفي أرجوك. طيب ما نقول نفر رامبت وبس، يبقى عشان ما نقولش الجملة كلها مصحوبة بالترجمة. المصحوبة نفر جمال رامبت سنة، فبما ان النهاردة احنا بنحتفل بقى ب 200 سنة فيبقى عام جميل. نرد نقول ايه؟ بقى نفس الكلمة. نفس الكلمة، لكن انا عايز ابعت كمان كلمة هيروغليفية من ثلاث حروف حلوة قوي لكل الدنيا اللي ساعدتنا في ان احنا نعرف الحضارة بتاعتنا. يعني زي ما بنقول ان المصريين عظام، زي ما بنقول ان اول من فك الطلاسم كانوا مصريين، ودي المفاجأة. مش شامبليون. مش شامبليون. شامبليون اخد كل الفاكهة واشتغل وموت نفسه ونجح في الاخر كله. لكن البدايات كلها زي ما هنقول دلوقتي، وزي الاثباتات اللي في مكتبة الاسكندرية، وديت مصدر معتبر ان احنا نتكلم عليه. عندنا جابر النحيان. عندنا الاخشيدي، الفترة الاخشيدية 900 ميلاديا، دار الوثائق القومية المصرية كاتبة كده. وكان المسعودي المؤرخ الشهير عنده مقطوطة اسمها مروج الذهب. بيقول فيها الجملة دي، بيقول في الإخشيدي أيام الحكم الإخشيدي كان هناك في مصر من يقرأ كتابات واللغة الأجداد القدماء. طب ممكن أقول لحضرتك سؤال وحضرتك برضو تصحح لي المعلومة. أنا أعرف إنه في كتير اشتغلوا عليها، لكن من توصل لها حقيقة هو شامبليون. ليه؟ لأنه هو كان بيجمع بين اليونانية والقبطية. تعالي على القبطية، وقفي وانزلي في المحطة دي. طبعا هي دي أهم واحدة، هي دي اللينك، هي دي الرابط، هي دي المفتاح. ولو ما كانش يوحنا الشفتيشي ومصري برضه اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، يوحنا الشفتيشي يوحنا الشفتيشي كان درسه هناك في فرنسا، لأن هو اللي راح له. يعني شامبليون راح ليوحنا الشفتيشي قال له درس لي القبطية. هو شامبليون كان يتميز بالذكاء شوية أكتر في حتة القبطية دي. لكن قبليه توماس يانج البريطاني طلع كلمات، وخدي بالك الناس اشتغلت على الديموطيقية اللي هي الكتابات الشعبية الحلوة الجميلة. قبل الهيروغليفية، قبل كتابات الملوك والكتابات المقدسة والرموز المقدسة اللي هي اسمها الهيروغليفية. لكن العجيب ان تراجم الرموز بتاعت الشعب كانت قبل تراجم الرموز بتاعت الملوك، ودي حاجة حلوة قوي ان احنا نحبها. يلا نقول بسرعة مع بعضينا. عندنا ايوب ابن مسلمة، عندنا العصر الاخشيدي ناس بتقرأ هيروغليفيات في التسعميات، عندنا زنون المصري الأخميمي، ده عامل لنا شخصيا حالة. ولأن الراجل ده في التمنميات، أنا مش هقول لكم الرقم ده الوحيد اللي أنا عايزكم تحفظه معايا النهارده، في التمنميات فك بعض رموز الهيروغليفية وكان يتكلم بطلاقة القبطية. هل كلهم تعرضوا لحجر رشيد؟ خالص. لا. انت هنا 1000 سنة قبل شامبليون. ده كده في العموم. ده انت 1000 سنة، زنون المصري تمنميات في أخميم في سوهاج. يعني انت بتتكلمي على 1000 سنة قبل شامبليون. شامبليون 1822، عشان كده احنا النهارده 27 سبتمبر. ليه مثل حجر رشيد هو بالنسبه لنا هو فتح اطلاق علشان الكلمه اللي انت قلتيها اللي هو جمع كله. لوحه رشيد الحجريه كما يعني انا يحلو لي ان انا اسميها، مش حجر، لان الحجر الذي يقتطع من المحاجر بتروحي بتكسري حجر بتنقشي عليه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه دلوقتي، فهو لوحه، اصبح لوحه خلاص بعد النقش. فكلمه خلاص. حجر رشيد دي ارجوكم احنا شايفين الغير. يعني ده الهيروغليفي فوق، في جزء مكسور. ممكن حضرتك ترد عليا الاول اللي قبل ما المكسور أتعرف. مفقود منه كثير من السطور اللي كانت مكتوبة أوريدي، ولذلك لما بنقول لوحة كوم الحصن مكتملة فيها نفس الستايل تقريبا، يبقى لوحة كوم الحصن أهم من لوحة رشيد بثلاث لغات وأقدم بثلاث لغات. بيان كهنوتي، الكهنة بيشكروا الملك، بيشيل الضرايب من عليهم. أيوة. ومعلومات أكتر. دي نفس الأجواء بتاعت البيان الكهنوتي بتاع لوحة رشيد الحجرية ولوحة كوم الحصن. لكن لوحة رشيد الحجرية بطولميس اللي هنسميه بطلميوس، بطولميس الخامس، بطولميس الخامس بيتجوز مين؟ دي لوحة رشيد الحجرية لو رجعنا تاني لو تسمحوا. ايوه الله ينور عليك. طيب ما تيجي ان شوف هنا، يعني انت بس باصص على كلمة في منتهى الأهمية. لولا ان احنا هنا بقى هيروغليفي فوق، ديموطيقي تحتيها، يوناني تحتيها، جوه النص بتاع لوحة رشيد الحجرية في بطولميس الخامس ده متجوز مين؟ مراته كليوباترا الأولى. مش السبعة الشهيرة،
انا هوريك الصوره للسبعه الشهيره اللي انا بعتها لكم دي. الخراطيش هي اللي فتحت لنا الموضوع والحروف الاولى. وبانكس اشتغل بانكس قبل شامبليون برضه، انا مصر بانكس لان اشتغل على مسله من فيله، دي كانت البدايه الجامده. بانكس اشتغل وزعل قوي ان شامبليون ما جابش سيرته في الدراسه. توماس يونج اشتغل ونجح وبرضه زعل قوي واتغاظ من شامبليون ان هو ما جابش سيرته. زنون المصري 1000 سنه قبليه مكتبه الاسكندريه بتقول لنا. أيوة. خلاص فده مصدر معتبر. والراجل العظيم اللي عمل حاجه مخطوطه اسمها شوق المستهام في معرفه رموز الاقلام، الله، ده راجل اسمه احمد ابن ابي بكر، معروف مكنى بابن وحشيه. الراجل ده مخطوطته اترجمت معايا مصريين كلنا الله يكرمكم في الرقم اللي هقوله ده، اترجمت في اوروبا 1806. 1822 شامبليون فك. اهو شامبليون عمال يعتمد على شغل ناس قبليه منهم مصريين. وبناء على المعلومات اللي بس كنت لازم تقول هو بس ده اللي انا كنت عايزه. رسائل شامبليون كلها اترجمت بالعربي وعندنا الكتاب هنا في مصر. خلاص كنت تقول هو قال على يوحنا الشفتيش على القبطيه، لكن ما جابش سيره كل اللي انا ذكرتهم دول قبل كده ومنهم اشخاص كتير. ده نمره واحد. نمره اثنين، هتتخيلي حضرتك بقى ان لوحه رشيد الحجريه هي جامعه الامم المتحده، لان فيها يوناني، فيها كتابات الشعب، فيها كتابات الملوك الهيروغليفيه، منطقي وهيروغليفي. خلاص وساعدت ان احنا نعرف كمان الاسرار اللي بتاعت ال 200 سنه ما فيهاش هيراتيق، فيها اليوناني، لان في وقت البطوليميوس هي ما كانش الكهنه قوي بتوع المعبد اللي احنا مركزين معاهم في الايه، في البيان. احنا كنا بنتكلم عايزين الشعب يعرف البيان، فكتبوا بكتابات الشعب. طيب احنا معانا مجموعه صور هنستعرضها مع حضرتك، وبرده يبقى في اطار. اقول لكم حاجه قبل الصور، ممكن الفيديو تاني، معلش انا عارف الوقت النهارده، لكن الفيديو ثانيه واحده بس لو ايوه الاول لقطه هوريكم حاجه عجيبه جدا، يمكن في كتير جدا ما خدناش بالنا منها. اول لقطه فوق هتلاقي الحته المكسوره اللي حضرتك سالتي عليها على الشمال دي، اهي اللي عماله تلف دي فوق خالص شمال يا شباب. خلاص الحته المكسوره اللي على الشمال فوق دي دلوقتي لو وقفت حضرتك هتلاقي مكتوب عليها بالهيروغليفي. ودي مفاجاه العصر اللي انا جايبها لكم النهارده دي. ازاي لوحه رشيد الحجريه مكتوبه وهي مكسوره؟ يبقى اتكسرت بعد ما اتكسرت، يعني في كسره حصلت بعديها وهم اشتغلوا على طوبه كانت مكسوره اوريدي، لذلك الخطوط الهيروغليفيه داخله على الحته المكسوره مكمله. يعني هو ما ظبطش اللوحه قبل ما يحطها في المعبد واستخدم لوحه مكسوره، والدليل في هيروغليفي شغال على الكسره، يعني كان جايبه مكسور كده ومكمله عليه كتابه، مكمله عليه نقش. طب ما انت كملت عليه نقش ازاي وهو مكسور؟ يبقى انت جايب الحجره اصلا مكسوره وما ظبطتهاش. ما هو بالظبط كده. ده هل ده مع نظريه من النظريات ان مش ان هي اتكسرت بعد ما اتكتبت؟ اثنين، ان هي اتكسرت وهم بيشتغلوا مكسوره وهي مكتوبه، واتكسرت بعد ما اشتغلوا عليها وفقدت كثير من نشوف الصور بقى. نشوف بقى الصور بسرعه. عندنا الصوره الاولانيه طبعا دي بقى كليوباترا السبعه، ودي الايه اللي هي ما اشتركتش في الفك بتاع الطلاسم، لكن من الهيروغليفيات واليونانيات عرفنا ان الاستاذه دي شكلها كده. لولا ان انا عارف يوناني وهيروغليفي ما كنتش اعرف ان دي كليوباترا، وكنت هتخم من كل الصور اللي عماله تنزل على النت او فيلم اليزابيث تايلر اللي مطلع كليوباترا قمر وانها استخدمت جمالها. اسف ما كانتش قمر، دي كليوباترا السابعه. هتقولي حلو هتقولي مش حلو، اب تو يو، ده انت اللي هتقرره. لكن لو كليوباترا طلعت من التابوت دلوقتي، لو كانت موجوده في تابوت، انا طبعا بعتقد ان جثمانها مش موجود دلوقتي وده نعمل له حلقه لوحديها، لكن هقول لك هتطلع تشكرني. هيقول لك يا سباستيان في واحده ست هتطلع تشكرك وانت موريها كده، هقول لك هتطلع تشكرني لان انا هشيل من عليها الاتهام ان هي استخدمت جسمها وحلاوتها انها تصل الى الجولدن ماسك بتاع مين. نخش بقى على الصوره اللي بعديها هنلاقي بقى، شوف الجمال ده. ده يا جماعه برضو من الاكتشافات، يقول لك ايه فايده 200 سنه النهارده والاحتفاليه الكبيره، وايه فايده 200 سنه اكتشافات؟ الاكتشاف ده يا جماعه حصل في منطقه اسمها تانيس صان بالنون الحجر، مش صا لان احنا عندنا مكانين في مصر. صان الحجر هي تانيس في الشرقيه 1939، كلكم عارفين الرقم ده عشان الحرب العالميه. لكن في واحد اسمه مونتيه، ده راجل عالم اكتشف مقابر دول. الراجل ده اسمه الملك، ده حكم مده طويله جدا عندنا في مصر، اسمه بسوسنس الاول، الاسره 21 22 وطال. خلاص لقى اثار غير طبيعيه من الذهب ومن الفضه، ولذلك ده تاني اجمل
ماسك قناع ذهب بعد توت عنخ آمون. الصوره دي منتشره جدا على النت. مهم قوي ان احنا نعرف ان التاريخ علمنا ايه الاستفاده. استفدنا ان مش دي كليوباترا. فارجوك ما تشيرش الصوره، يبقى عرفت الفرق ما بين الفيك المزور وعرفت مفهوم. الفرق ما بين ايه الاصل اللي وراه. نفس الحكايه، اقدر اطلع من الاكتشافات بتاعتي. يبقى اكتشاف 39 في تانيث بالجولدن ماسك، هنشوف الصوره اللي بعديها. وعلى فكره ما فيش ناس كتيره دي في المتحف المصري. دي لو بصيتي فوق في المدخل يقول لك كليوباترا ايزيس مش عارف ايه. لا برضه حديثه. ممكن ارجع لحاجه بس، ليه انت اخذت العمله كمستند وما خدتش مثلا تمثال ده او الثاني ودول الاقرب ببعض؟ علشان دول الاحدث بتوع اليومين دول. يعني دي مثلا لما انت داخله المتحف المصري 1901 1902 فدي حديثه، دي مش تماثيل قديمه. الكوين دي قديمه، العمله اللي انت شفت فيها كليوباترا اصليه دي قديمه. دي كليوباترا وهي طالعه على شكل مصري قديم. عرفنا من الخراطيش الملكيه اللي قدام التاج بتاعها على يمينها ان هي كليوباترا بالإسم. يبقى عرفنا تاريخ من فك الطلاسم. دي فايده فك الطلاسم. على فكره دي اكبر منظر لكليوباترا في العالم. موجود في معبد دندره. لوحه رشيد الحجريه كانت بوابه الملكيه للعبور الى محيط الحضاره المصريه. المصريين اول ما انفكوها هي موجوده دلوقتي في متحف البريطاني، ودلوقتي احنا بنحاول نستردها ان شاء الله. طيب في حاجة مهمة جدا احنا بالنسبة لنا لازم نعرضها دلوقتي، لانه اتقالت امبارح عالم بريطاني اتكلم على نفرتيتي موجودة فين. هل هي مدفونة مع توت عنخ امون والخراطيش بتاعت اي، وانه في تحتها خراطيش اخرى والكلام اللي اتقال امبارح؟ عايزة رد سريعا عشان وقتك. سريعا، في مقبرة اسمها مقبرة 35. مقبرة توت عنخ آمون اللي في وادي الملوك، مقبرة 62، لقوا فيهم ثلاث مومياوات. منهم مومية واحد ست في كلام دلوقتي بيقولوا عليها ان هي ممكن تبقى نفرتيتي. انا شخصيا ردي على العالم الانجليزي وكمان العالم المصري اللي بيشتغل في الموضوع ده، انا بقول لحضرتك واحد، لا يمكن نفرتيتي تبقى في الاقصر، لان نفرتيتي عدوه ايمن، عدوه امون. فازاي هيحطوها في جوه وادي الملوك؟ دي نمره واحد. لان هي جايه من اتون، هي جايه من ايتن، جوزها كان اخناتون، فكان عدو الكهنه بتوع الكرنك. فازاي انت تدفن عدوتك وسط المبجلين كلهم؟ ده نمره واحد. نمرة اتنين، أنا بعتقد إن هي زي كليوباترا لن يكون لها جثمان، لأن من الممكن جدا أن الكهنة يكونوا تخلصوا منها. كمان سنة أو كمان ست شهور لما إن شاء الله يدينا العمر والصحة وأجي أقعد على الكرسي ده وأقول لك طلعوا كلهم قالوا مفيش جثمان لنفرتيتي، ادوني جايزة. مفيش جثمان لنفرتيتي، هنشوف الأيام هي اللي هتثبت. أخيرا يعني لوحة رشيد بالنسبة لنا هي في قلوبنا، ولكن نفسنا تكون كمان على أرضنا. عايزين نرجعها. كل القوانين العالمية وكل الاتفاقيات الدولية وكل الأعراف ترجعها لنا بكرة الصبح. على المتحف البريطاني إن هو يبقى لين شوية في التعامل. هتقولي يا بسام طب السنة دي إحنا شايفين في حملات كتيرة شغالة من مصر، من الحملة الشعبية بتاعتي. ممكن بس نركز كلامنا في نقطة، هي خرجت إزاي؟ عشان أسلوب الخروج نفسه هو اللي بيعتمد عليه إذا كان في شرعية لنا إنها تعود أو لا. شروط استسلام الإسكندرية 1801، الإنجليز غلبوا الفرنساويين، الإنجليز معهم العثمانيين، وقتها مصر كانت إقليم من أقاليم الدولة العثمانية. عملوا مع بعضهم كتابة اشتركت فيها العثمانيين والإنجليز والفرنساويين المهزومين، إن الفرنساويين لازم يسلموا لوحة رشيد الحجرية للإنجليز، أخدوها وطلعوا على المتحف البريطاني. مصر حطت قلم رصاص في استسلام الإسكندرية، لا إحنا نلتزم، وإحنا العثمانيين كانوا محتليننا والفرنسيين قتلنا والانجليز قتلنا، لا انت ليه بتلزمني بحاجه انت عملتها انت وواحد اجنبي على ارضي وانا ما اشتركتش فيها؟ وخروج غير شرعي من بلدي. تمام، انا ده دي النقطه اللي دي اللي توقع كل حاجه. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام الشماع، عضو الجمعيه المصريه التاريخيه والمؤرخ الكبير. بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. نورتنا.